من عام 2011 بدأت مسيرته الفنية. غالي اللي تالو تونيزيان غالي عمدوني، في بدايته من 7 سنين التالية بدأ بلقب فوبيا، من بعد غالي فو، واستقر في الاخر على اسمه تو سامبلومون غالي. في 2011 بدأ مع جروب تروب ديليت. في 12 جويلية 2013 كان اول بروجي ليه سولو باسم الليدر ميكس تيب. غالي 24 سنة، صغير في العمر، واكتسح عالم الراب في مدة قصيرة برشة تروات وعشرات ملايين المشاهدات على اليوتيوب، كما تيتل ناني نانا اللي خرج 14 أكتوبر 2016، وصل ل 200 ألف كود على سبوتيفاي في 24 ساعة، أكثر من 80 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وركر في إيطاليا. نفكروا بتتروات أخرين الغالي كما هابي دايز بأكثر من 60 مليون مشاهدة على اليوتيوب. تيتر حبيبي أكثر من 50 مليون مشاهدة. ومؤخراً في 26 مارس 2018 خرج تيتر ريتشي دينترو الموجودة في التوندانس على اليوتيوب. أبار الموسيقى، شركة الموضة تتنافس باش يروج لها منتوجها، ويقعد غالي يحب تونس برشا، وديما يفتخر ويفكر بأصول التونسية في أي ظهور ليه في الميديا. حاجة كبيرة برشا، وإن شاء الله سنين تقابلوا لهنا. بوسة كبيرة للبوبيك متاعي لفامي وللحومة. غالي التونسي اللي تحول الفينومين في إيطاليا مازال يواصل في نجاحه.